فاتح قناة جديدة على اليوتيوب باسمي دكتور محمد فايز مدرس الفسيولوجي. القناة دي هي هدفها هو تسهيل الفسيولوجي على كل الطلاب في جميع كليات الطب في مصر، وممكن الطلاب في الدول العربية يستعينوا بيها. بإذن الله الفسيولوجي مادة سهلة وسلسة تقدر تفهمها بسهولة. المادة دي هي أساس الطب فيما بعد. حاجة مهمة هنعملها بإذن الله السنة دي، هنعمل هاشتاج لتساؤلات الطلبة في جميع كليات الطب في صفحة مع طلبة الطب على الفيس، بحيث يبقى فيه متابعة مستمرة مع كل الطلاب وأسئلتهم.